وبشأن الجدل حول حكومة عادل عبد المهدي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. سيد نظير، مرحبا بكم. يعني العراق غرق في مياه الأمطار أدت إلى سيول وتضرر الكثير من العراقيين جراءها، أيضا شركاء العملية السياسية سيد نظير يعني يغرقون في مسألة الصراع على المناصب. كيف تقيم هذا الصراع سيد نظير؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني على ما يبدو أن هناك مفاصلة ما بين السياسيين المتصارعين على المناصب والذين هم يحكمون في بغداد، وما بين الشعب العراقي الغارق في مأساته وفي المخيمات وفي غيرها من المعاناة التي يعانيها المواطن. لا تجد أحدا من السياسيين من يجعل همه كيف أن يخلص المواطنين العراقيين من الحال المزري الذي يعيشه. يعني ربما لا تستغرب أن يقوم هؤلاء السياسيون بمثل هذه المواقف، كون أن هؤلاء السياسيون لا يمثلون الشعب العراقي، والشعب العراقي بريء من هؤلاء ولم يكن مسؤولا عن وصولهم إلى سدة الحكم، كون أنهم وصلوا إما بتزوير أو بشراء الذمم إلى هذه المناصب. فهذا الحال يبدو عليه أنه سوف يستمر، ولربما يعني يأتي الوقت الذي كما يغرق الآن المواطن العراقي في السيول التي تأتي بسبب الأمطار وانعدام البنية التحتية لمواجهة مثل هذه الكوارث البيئية، إن شاء الله ربما سيأتي سيل يزحف بهؤلاء السياسيين ويخلصنا طيب من يعني شرهم. سيد نظير، لو أخذنا تقرير لمعهد بروكنز، يؤكد هذا التقرير أن الأحزاب السياسية استخدمت الطائفية لتكريس حكمها في العراق، ولكن عبد المهدي ألم يتعهد بالابتعاد عن الطائفية؟ هذا ما كان ينادي به يعني حينما جاء بأنه سيكون مسؤول عن تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية وبعيدة عن المحاصصة الطائفية. ولكن قلناها سابقا، يعني أنا شخصيا قلتها وكثير من المراقبين، بأن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف أمام تيار الطائفية الموجود على مستوى النخبة الحاكمة أو الطبقة السياسية الحاكمة وسينجر بها، والا لو اصر على ان يعني يخط له طريقا غير الطائفيه فلن يبقى بمنصبه ساعات، ولذلك هو الان منجرف بهذا الشيء، والحكومه التي يعني سوف يتم تشكيلها لن تخرج يعني عن الحكومات السابقه ولا تختلف عنها بشيء، وسيحاول تشكيل حكومه طائفية ترضي تلك الكتل وتلك الأحزاب، وهذه يعني الأضحوك التي يحاولون طيب سيد نظير تمريرها على العراقيين. نعم. سيد في هذا الإطار، يعني منذ الانتخابات الأولى عام 2005 وتلتها أربع حكومات، لماذا يكون الجدل دائما حول وزارتي الدفاع والداخلية؟ ما السبب في ذلك؟ ذلك لأسباب عديدة. أول سبب أنه هذه الوزارات وزارات سيادية هي المسؤولة عن السلطة الفعلية في العراق، وكما ترى يعني في كل الحكومات السابقة كانوا حريصين على أن يكون وزير الداخلية هو وزير مندرج ضمن يعني الأحزاب الشيعية الموالية لإيران. أما موضوع رئاسة الدفاع بالرغم من أهميتها، لكن يتم سحب هذه الأهمية من خلال منصب قائد القوات المسلحة اللي هي منوطة برئيس الوزراء، فهذه الوزارات يعني سيادية. من جانب آخر أنه هذه الوزارات لديها ميزانيات كبيرة، لذلك يسيل لعاب السياسيين الفاسدين على تلك الوزارات بسبب الصفقات وبسبب المقاولات الكبيرة التي في هذه الوزارة، فهو مصدر كبير لتمويل هذه الأحزاب وتمويل هذه الميليشيات وتمويل هؤلاء الفاسدين. هذان أحد أهم الأسباب. طيب سيد نظير، الصراع بين السياسيين. نعم، برأيكم يعني لماذا وزارة الدفاع توكل إلى السنة والداخلية للشيعة؟ تعتقد أن الولايات المتحدة منذ عهد بريمر هو أو يعني هي التي وضعت هذه القسمة؟ هذه يعني كانت في البداية قسمة، ولكن تم ترسيخها من خلال الإجراءات الأخرى. يعني كان السنة يعتقدون أن مسك وزارة الدفاع هو أهم بالنسبة
للحفاظ على يعني حقوق المكون، ولكن تدريجيا تم سحب يعني البساط من تحت يعني وزارة الدفاع، وجعلوا كل مسؤوليات الجيش وتحركاته هي بيد القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي منصب وزير الدفاع هو منصب يعني ربما يكون بروتوكولي لا يتم الاستفادة منه سوى من المقاولات التي تتم بوزارة الدفاع، أما السلطة الحقيقية فهي بيد القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي جرى عرفا أن يكون من المكون الشيعي وبالذات طيب. الأحزاب الموالية لإيران. سيد نظير، هل ترى أن الضغوط التي تمارس على عادل عبد المهدي ستسمح له بأن يخرج من إطار المحاصصة؟ يعني بالتأكيد لا، هو لا يستطيع أن يخرج من هذا الإطار المرسوم يعني طيلة الحكومات السابقة، وإلا فإن مصيره إما أن تسحب الثقة من وزارته أو هو يقدم استقالته، لأنه لا يستطيع أن يشكل حكومة لا تكون على الهوى الكتل، وبالرغم من الزيف الذي يعني يقولون قادة الكتل السياسية بأنه عادل عبد المهدي هو حر في اختيار وزراء، لكن حقيقة الأمر أنه ليس حرا، بدليل أن وزارتين ما زالت كتلتين متنافستين يتصارعان عليها، ولا يستطيع عادل عبد المهدي فعل أي شيء إزاها، هو ينتظر متى تتوافق تلك الكتل، وبالتالي هو ليس لديه حرية في اختيار وزراءه. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.